أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الخامس والعشرين في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. شوط الختام شوط خاص بالحجائج البكار لمسافتنا المعتادة والمقررة وهي 3 كيلومترات. شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. كما ننوه بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 2 من ظهر هذا اليوم مع هجن أصحاب السمو الشيوخ ومع هذا السنسن الحجائج. نسير بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط في ختام هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. المقدمة والصدارة وإثارة اللي يرت الشوط منذ البداية مع الإثارة مع التحدي مع الانطلاق المتميز. مهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتبي من يتابع تقدم إثارة ليها مع المركز الثاني رهني سيول راشد بن محمد بن راشد بن ردير الاكتبي والشاهينية تتقدم مع المركز الثالث. سلطان الدريبي بن علي الاكتبي متابعا لانطلاق الشاهيني مع المركز الثالث رابع. التحديات ريماس لسلطان خليفه بن سالمين الحميري يعلن تقدم ريماس مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات وصلت حبوب بهذا الشكل الفريد والمتميز. خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي من يتابع حبوب مع المركز الخامس والسادس. الانطلاقات الفائزه لمحمد خليفه بالجافل الحميري. نتابع المركز السابع نتابع التقدم نتابع الانطلاق ايضا لعنيد الفلاح بن فهد بن طحنون الهاجري من يعلن هذا التقدم وهذا الانطلاق المثير مع المركز السابع. ثامنا المشاهدين متابعينا الكرام معز لسعيد بن سلطان بن محمد العرياني ومع المركز التاسع. المركز التاسع وصلت بهذا الاداء المتميز بهذا الانطلاق هملوله لمطر بن عيد بالكوس الفلاسي من يتابع تقدم هملوله مع المركز التاسع. عاشر الانطلاقات ارى القدوم في هذه اللحظات ايضا بهذا التقدم المثير. نتابع شعار سالم بن نايع بن سالم بن شاوي الغفري. هذه النتيجه للعشر المراكز المتقدمه واثاره من يره الشوط منذ البدايه. المغادره للوحد الكيلو المتر الاخير والخطير اثاره على الصداره مهير بن محمد الخميس بصوب الاكتبي ولكن ارى سيول قادمه ارى سيول قادمه مع المركز الثاني راشد بن محمد بن راشد بن غدير من يتابع سيول اللحظات الأخيرة. التسلل في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية. سيول من انطلقت بناموس هذا الشوط تدفق سيل هذا الشوط مع سيول انطلقت بالصدارة قادت المجموعة في اللحظات الأخيرة بشعار راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي بالضيف النقطة السابعة لهذا الشعار مع هذا الأداء المتميز. ما شاء الله أداء مثير. على فكرة لم تذق طعم الهزيمة مع بداية هذا الموسم مع هذا الانطلاق المثير. سجلات حفلة بالإنجازات ذهب في ذهب يا سيول. سيول على الصدارة واللحظات الأخيرة. تهانينا لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي على فوز سيول بالمركز الأول والنقطة السابعة في هذا الصباح مع هذا الشعار اللي سطر انجازاته بحرف من ذهب في هذا العالم الساحر. منذ فترة طويلة يقدم الجديد والجديد مع عندر السبق وسيول ولحظات وصولها الى خط النهاية. تهانينا لراشد بن محمد براي بن غدير المركز الثاني. تاتي ايضا هلا لسهيل بن عبيد بن ميع المركز الثاني. تاتي ايضا بالشعار مشاهدينا متابعينا الكرام صعايب لسعيد بن خليفه بن زاهر الخيالي المركز الرابع اثاره المهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتبي. هذه النتيجه للمراكز المتقدمه. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني وسيول ولحظات وصولها الى خط النهايه بدون اي اوامر بدون اي تعليمات. ذهب في ذهب تقدم هذا الانطلاق المتميز. 4 دقائق 35 ثانية 3 اجزاء من الثانيه. تهانينا لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي والنقطة السابعة لهذا الشعار. سلام مرغم سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته سيول بينما اللي وصلت مع المركز الثاني.
ألا مع المركز الثاني 4:36 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك هلا سهير بن عبيد بن يميع، بينما الأسرة مع المركز الثالث تأتي صعايب مع المركز الثالث 4:36 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن خليفة بن زار الخيلي، تهانينا للجميع والناموس. وإلى ملخص سباق هذا الصباح مع الزميل حمد وضبيب الشامسي. شكرا للزملاء في عرب.